نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم. المرة اللي فاتت احنا اتعرفنا على ازاي انك انت تعمل اضاءة لعنصر واحد او اوبجكت واحد في المشهد بتاعك، تمام؟ لكن المرة دي هنتعرف على الاضاءة الداخلية بتاعت البيوت او الفيلا او اي حاجة تانية، تمام؟ دي بتختلف ليه عن اضاءة عنصر واحد؟ بتختلف لان في الاضاءة الداخلية بيكون في عناصر كتيرة جوه المنزل، مثلا الاساس، اي حاجة تانية، حاجات كتيرة جدا جنب بعضها، تمام؟ فالضوء بينعكس مع الحاجات ديت بدرجة أكبر شوية لما يكون بينعكس مع على أوبجكت واحد، تمام؟ عشان كده احنا بنستخدم في الحالة ديت الجلوبال إلومينيشن، لأن وظيفته إن هو بيحسب لك الانعكاس ده وبيظبطه لك كويس. يعني كل ما المشهد بتاعك يكون فيه حاجات كتيرة جنب بعضها نستخدم معاها الجلوبال إلومينيشن، تمام؟ المشهد اللي هنستخدمه المرة دي هو جاي في كونتنت براوزر بتاعك اللي هو الغرفة ديت، تمام؟ لكن هتلاقيها مش معمول لها تكتشر أو مش معمول الخامات بتاعتها. عشان خاطر يدربك شوية على انك انت تعمل خامات تانية، خامات من جديد، تمام؟ لكن في مشهد تاني هنا موفره لك برضو في الدرس بتاع الإضاءة، فيه الغرفة ديت اللي جاية من كونتنت براوزر لكن حاطلك عليها خامات، تمام؟ وطبعا انت هنا عندك ملفين، تمام؟ الملف الأولاني ده من غير الخامات لو انت عايز تتدرب تاني على انك انت تعمل خامات، بس احنا عرفناها كويس في موضوع العربية، تمام؟ يعني مش هنعيد الشرح بتاعها تاني. الملف التاني ده فيه خامات جاهزة عشان خاطر تبدأ تظبط الإضاءة فيه، وده اللي هنشتغل بيه، تمام؟ إزاي بقى تفتح الملف ده؟ هتلاقي عندك هنا في قسم التوتوريالز لايت أند شادو، لايتنج فاندمنتالز، فيجواليزنج انتريور. هتلاقي في قسم الفيجواليزنج انتريورز في ملفين في الآخر هنا، الأولاني من غير الخامات والتاني بالخامات، تمام؟ نفتح الملف بتاع الخامات اللي فيه خامات جاهزة. وطبعا هنا هتلاقي عندك معظم الحاجات سهل انك انت تعملها تكسر لانها كلها معظمها مربعة، تمام؟ فمش هتعيبك ولا حاجة يعني لو انت عايز تظبط الخامات بنفسك. دي الغرفة بتاعتنا بس ما فيهاش اي اضاءة زي ما انت شايف. في هنا كاميرا، والكاميرا ديت لها تارجت عشان خاطر تبص ناحيته اللي هو الغرفة، تمام؟ تقريبا التارجت ده في نص الغرفة، وهنا قال التارجت دوت موجود في نص الغرفة زي ما انت شايف، عشان كل ما بتدور الكاميرا تفضل دايما باصة ناحية المنتصف هنا، تمام؟ فدي ترى كويس انك انت تعملها. ولو انت مش عايز تحرك الكاميرا او خايف انها تتحرك معاك غصب عنها، هتضغط عليها باليمين هنا وبعدين من سن فور دي تاجز هتقول له بروتكشن تاج، تفعل البروتكشن تاج، تمام؟ فلما تفعل البروتكشن تاج دلوقتي الكاميرا بتاعتك مش هتقدر تحركها خالص في المشهد، تمام؟ ده هيحميها من انها تتحرك غصب عنها، مثلا لو انت خايف على الكاميرا تتحرك معاك. هنشيل البروتكشن تاج دلوقتي وخلينا نبص هنا. هنا في العناصر بتاعت المشهد مفيهاش أي إضاءة زي ما أنت شايف، تمام؟ فاحنا مش محتاجين نلعب فيها دلوقتي. أنت حتى لو عايز تخفيها من أوبجكت مانجر ممكن تخفيها لو عايز layer، يعني تحطها في layer وبعدين تخفيها من أوبجكت مانجر. دلوقتي نبدأ إن احنا شغلنا مع الإضاءة. نصيحتي ليك بقى في الجزء ده بعد ما تفتح التطبيق على طول إنك أنت تبدأ تدرس الخامات ديت واحدة 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 بالتفصيل، تمام؟ لأن الخامات ديت هتساعدك أكتر إنك أنت تفهم الإجزاء، تمام؟ مجرد ما إن شاء الله تفهم المشهد ده متكون إزاي كويس في الخامات، ما أعتقدش إنك أنت هتحتاج أي مشكلة تانية، يبقى عندك أي مشكلة تانية في الإجزاء، تمام؟ هتطلع من الكاميرا ديت لو أنت عايز تبص على حاجة معينة، تمام؟ هتلاقي عندك هنا في تلفزيون هنا، تمام؟ شوف الخامة بتاعته معمولة ازاي، لان ده في اضاءة كمان هينور الجزء اللي حوالينا، فشوف ازاي عملوا حاجة زي كده باللومينانس ازاي عملوها كويس. وشوف مثلا الكتب ديت، شوف الكتب ديت عملوها ازاي. هي هتلاقيها عبارة عن مكعب واحد كبير كده وحط عليه الخامة ديت اللي انت شايفها، ويمكن شغله بامب كمان عشان يبقى فيه منظر الكتب ده، تمام؟ لكن هو في الحقيقة كله عبارة عن مكعب واحد، تمام؟ لو هتاخد لقطة قريبة ممكن تظبط انت كمان الأجزاء اللي باللون الأبيض ديت اللي عبارة عن الصفحات بتاعة الكتب. شوف كمان الزخارف اللي موجودة عندك في المشهد معمولة ازاي، في زخارف موجودة هنا، وشوف السقف والأرضية والخشب. الحاجات دي كلها تبدأ تدرسها بالتفصيل هتاخد فكرة أكتر عن الإكساء،
وانت طبعا هتفهم كل واحدة منهم لانك انت عارف الخصائص بتاعتها كويس والاساسيات بتاعتها، تمام؟ فده هيديك يعني التطبيق العملي ده هيديك خبرة اكتر عن عملية الاجساء. دلوقتي احنا جاهزين ان احنا نبدأ عملية اللايتنج او الاضاءة بتاعة المشهد. وعلى فكرة عشان لو انت مثلا عايز تشوف حاجة من العناصر ديت الخانة بتاعتها ايه، بتفتح كده العنصر هتلاقي جنبه التاج بتاع الخامة، تمام؟ لما بتحدد التاج او حتى الماوس بتاعك لما يجي عليه بيكتب لك اسم الخامة ايه، تمام؟ حتى لو حددته كده هتلاقي اسم الخامة مكتوب هنا في الخصائص، تمام؟ يبقى ديت اسمها مات ست، او اختصار لكلمة ماتيريال ست. هتلاقي عندك هنا في خامة اسمها مات ستة، مات أربعة، وادي ماتيريال ست، تمام؟ حتى هو كان محددها لك هنا اهو، تمام، باللون الاصفر ده. وانت ممكن تبحث عليها، اعتقد في ناس سيرش برضو. ما علينا، المهم دلوقتي انت دلوقتي عرفت ازاي انك انت تبحث عن اي خانة وتشوفها معمولة ازاي كويس. في طريقة برضو في التصميم بيعملوها او هتفيدك يعني. لو انت عايز تجيب نسب مظبوطة في التصميم بتاعك من الصورة مثلا او من اي حاجة عندك، هتشوف العنصر لو انت مثلا عملت العمود ده، تمام، وبعدين عايز تعمل جنبه الرف ده وعايز يكون متناسق مع العمود ده هتعمل ايه، او متناسق مع المشهد عموما، يعني ميبقاش صغير زاد عن اللازم او كبير زاد عن اللازم. فانت هتشوف نسبة العمود ده بالنسبة اقصد نسبة الرف ده بالنسبة للعمود قد ايه في شاشة من الشاشات التانية اللي هي الشاشة المناسبة ليك، تمام. هنا مثلا ممكن تكون شاشة التوب ديت هي المناسبة، تمام. ولو عايز تخفي السقف ممكن تخفيه كمان، بس هو هنا اصلا شغال بنظام اللاينز فهيظهر لك كل حاجه. فانت هتشوف هنا العمود ده، اللي هو العنصر ده في سهم ازرق بيوريك مكانه، هتشوف نسبه الرف بالنسبه للعمود قد ايه. مثلا ممكن نقول 10 اضعاف، تمام، او لو في حاجه تانية مثلا ضعف هنقوله ديت ضعف او نص او تلت كده يعني، تمام، حاجه يعني تقديريه بالنسبه لك. يعني شايف ان العمود ده الجزء ده بيمثل 10 الجزء ده اللي جنبه ده، تمام. فانت هتاخد هنا قيمه العرض تضربها في 10 مثلا، وانت ممكن تضربها هنا على طول في الخصائص، يعني تكتب هنا في 10 وبعدين تضغط انتر، تمام، فهيجيب لك نسبه مظبوطه تقريبا زي ما انت عايز، تمام. وبرضه انت ممكن تعتمد على حاجه تقديريه من عندك انت نظريا. يعني دلوقتي المشهد بتاعنا ده المفروض انه هيكون بالنهار مش بالليل، تمام، فعشان كده هنستخدم فيه اضاءة طبيعية زي اضاءة الشمس وسكاي او سماء، تمام. الاضاءة دي هتعدي من الشباك، تمام، وهتبدأ انها تتوزع في الغرفة. فعشان نعمل التأثير بتاع التوزيع ده هنبدأ ان احنا نعمل اضاءة تانية اصطناعية جوه عشان خاطر نعمل التأثير ده. هنبدأ الاول ان احنا ازاي نظبط السكاي والصام بتاعتنا. بالنسبة للسكاي بتاعتنا احنا ممكن نستخدم ببساطة سفير عادية، كرة عادية، أو حتى السكاي العادية ديت، تمام، وبعدين نحط لها صورة أو تكسر زي ما احنا عايزين، تمام. لكن الأفضل إنك أنت تستخدم الفيزيكال سكاي، سواء بتستخدم مشهد خارجي أو اكستيريور أو مشهد داخلي أو انتيريور، تمام. فالفيزيكال سكاي ميزتها إيه؟ إنها ممكن تخليك زي ما قلت قبل كده في محاضرة من المحاضرات تحدد الوقت بتاع اليوم، تمام. ممكن تحمل واحدة من الحاجات ديت، وفي اي مكان روحته في المشهد هتلاقي السكاي موجوده، تمام. تقريبا بتعمل انيميشن كمان او حركه كمان، تمام. في هنا حاجات ممكن تضيفها زي مثلا الكلاودز او السحب، اتموسفير اللي هو الغلاف الجوي او الغبار والبخار الميه وحاجات زي كده، بلومتر كلاودز ديت نوع تاني من السحب، رينبو اللي هو قوس قزح فوق حاجات تانية وفوق اللي هو الضباب، صن بيمز اللي هو اشعه الشمس، سكاي اوبجكتس اللي هي عناصر موجوده في السماء وكده. وهنا في حاجات خاصة بالوزر أو الطقس، تمام، ممكن تحملها برضو.
من التايم هنا ممكن تحدد الوقت بتاع اليوم، وممكن برضه لو انت سحبت السكاي ديت على محور واي او عملتها دوران على محور واي تبدأ تحدد مكان الشمس برضه. تمام، بس لازم محور واي اللي هو المحور الاخضر ده. وبعدين هنا في السكاي ممكن تحدد الانتنسيتي بتاعت ال، بس خلينا الاول نعمل ريندر. خلينا نرجع للمشهد بتاعنا كده ونعمل ريندر الاول، شوف شكل المشهد بعمل ازاي. هنا احنا عايزين الإضاءة ديت ما تكونش بعيدة أوي كده عن الشباك، تكون جنب الشباك. تمام، أو بس خلينا نطلع كده من خلينا نبص على الغرفة بتاعتنا أكتر بشكل أوضح شوية. هو في شباك موجود على الناحيتين. تمام، طب خلينا كده نعمل ريندر للزاوية ديت من الناحية ديت. اعتقد ان احنا هنخليها على الناحيه الافتراضيه بتاعته اللي هي وضع الكاميرا اللي جايه مع البرنامج احسن. تمام، لكن زي ما قلت احنا عايزين الضوء يكون جنب الشباك مش يكون بعيد عن الشباك كده، هو الوقت اقرب للشباك التاني. تمام، فيمكن السبب في كده ان السكاي الوقت بتاعها مش مظبوط زي ما احنا عايزين، فعاوزين ان احنا نظبط الوقت. خلينا نعمل مثلا انتراكتيف ريندر ريجون في المنطقه ديت، نبدا ان احنا نظبط الوقت. هو الوقت مظبطهولنا على الساعه 12 لان الساعه الوقت معايا 12. تمام، لكن احنا عايزين نغيرها لمثلا 8 الصبح. انا بضغط على الساعة وبسحب لفوق او بسحب لتحت. تمام، عشان انت اظبط الوقت بتاعها. انت لو هتعمل لفتين بيبدأ دلوقتي يدخل على وقت الليل بدل ما كان وقت النهار. خلينا نرجع تاني بالنهار مثلا على الساعة 3 او هبدأ كده 3. خلينا نشوف المشهد كله كده. الإضاءة موجودة في المنطقة دي. تمام، طب خلينا نعمل نحرك الشمس نفسها. فخلينا نعمل دوران هنا على محور واي. بدأ دلوقتي تبقى عند الشباك التاني. خلينا نعمل كمان دوران بالشكل ده. كده أفضل، بس خلينا نظبط التوقيت أحسن شوية. تمام، أعتقد إن هو كده كويس. أنا تقريبا ظبطته على الساعة 16 والدوران هنا على سالب 100 في المحور H. تمام، بس أنت لو تلاحظ هنا في ضوء أزرق بيشع في الغرفة كلها. تمام، الضوء ده مش عامل لنا اي شادو، يعني ما بيعملش كاست لاي شادو. السبب في كده هو اللون بتاع السماء نفسها. تمام، واللون ده بيشع في الاوضه كلها، بس اذا كان ده مناسب اكتر لو انت بتعمل اضاءه لمشهد خارجي، لكن في المشهد الداخلي بتاعنا الكلام ده احنا مش عايزينه.
تمام. على فكرة اللمبة نيون ديت معمول لها لومينانس لو انت واخد بالك، وفي حاجة كتير مطبق عليها ريفليكشن، الأرضية ديت فيها ريفليكشن أو انعكاس تمام. فاحنا هنا عايزين احنا في الفيزيك، في الخصائص بتاعت الفيزيكال سكاي، في السكاي نفسها دبليو اسم سكاي، نقلل الانتنسيتي لحد صفر تمام. دلوقتي لو احنا عملنا ريندر هنلاقي ان احنا اتخلصنا من الضوء ده خالص تمام، لان احنا مش عايزين، هنبدا ان احنا نعمل الضوء زي ما احنا عايزين، الاضاءه الداخليه دي احنا نعملها زي ما احنا عايزين، احنا بس عايزين نمثل الضوء زي ضوء الشمس بس من هنا. وزي ما انت ملاحظ الريفليكشن في الارضيه فادنا في حاجه زي كده، لان هو دلوقتي الحاجات اللي عليها ريفليكشن هي اللي واضحه في المشهد دلوقتي تمام. فيفضل انك انت تسيب دايما اجزاء يكون فيها ريفليكشن بالشكل ده، وان برضه التلفزيون عليه لومنانس وريفليكشن. اعتقد ان احنا كده بس. خلينا نشوف الصن، الصن برضه انت ممكن تتحكم في اللون بتاعها تمام، احنا ممكن وفي لون الشادو والنوع بتاعه زي ما انت عايز من هنا تمام، وفي الانتنس بتاعت الصن ممكن نزود الانتنس ديت نخليها حاجة عالية قوي، ونخلي اللون بتاعها أبيض تمام. خلينا نشوف كده، أو نعمل كاستم كولر من هنا ونخليه أبيض. خلينا نشوف كده الريندر. أعتقد إن كده أحسن شوية. تمام. في حاجة هنا اسمها لينس فليرز، هي زي عدسة التأثير اللي هو بيعمل الضوء مع عدسة الكاميرا، انت بتشوف الأفلام كتير، بس ده بنعمله أكتر في الأفتر إفكتس، مفيش يعني. ولو انت عايز تلعب فيه هنا برضو ممكن تلعب فيه تمام. وهنا الظل برضو، بس احنا هنا مش عاملين أي ظل من ال، أو يمكن الظل بس بتاع الشباك بس مش أكتر، يعني مش مهم أوي إنك انت تبدأ تظبط الظل في المرحلة دي تمام. ده بالنسبة للإضاءة الداخلية أو الانتيريور زي ما قلت، لكن في الإكستيريور بيبقى الوضع مختلف شوية تمام. فأنت بتمكن الحاجات اللي احنا عملناها ديسيبل ديت، وتبدأ إنك انت تهتم بيها أكتر. دلوقتي احنا عايزين نعمل سيموليشن للإضاءة اللي بتنعكس من الأرضية أو من الجزء ده في الأرضية لبقية الغرفة تمام، أو التوزيع بتاعها في بقية الغرفة، بالإضافة للإضاءة اللي جاية من الشباك نفسها أو اللي معكوسة من الشباك نفسها بتتوزع برضه في بقية الغرفة. عشان نعمل كده ممكن أستخدم الأول، هطلع من الكاميرا ديت تمام. احنا عايزين نعرف الاول، بص هو الشباك ده تقريبا هو اللي جاي من الاضاءه اللي هو جنب الباب ده، جنب الباب الاحمر، لان الشباك التاني هو بعيد عن الباب الاحمر، هو اللي بعيد عن الاضاءه تمام. فاحنا عايزين هنا حتى لو بصيت على الفيزيكال سكاي هتلاقي الموضع بتاع ال أو البايفوت أو نقطة المحور بتاعه قريبة من الباب ده تمام، ليه قريبة من الشباك يعني. دلوقتي احنا عايزين نعمل لايت، هنحطه تحت الأرضية تقريبا في الموضع ده، هنختار هنا area light تمام، هنبص من خلاله زي ما عرفنا لكي active object as camera، هنخليه وخد بالك ان احنا مش عايزين نعمل اي شادو ولا سبيكولر تمام، عايزين يكون، خد بالك ان انا هنا شلت التحديد عشان ادور كويس حوالين المشهد، لان هو بيدور حوالين الحاجه اللي انت محددها لو انت محدد حاجه تمام. وعلى حسب طبعا ما انت محدد هنا في اعدادات الاخراج في الدوران بتاعك زي ما شرحنا قبل كده بالريفرنسز، لو انت عايز يدور حوالين نقطة المنتصف بتاعة المشهد او حوالين العنصر المتحدد تمام. بعد ما البرفرانسز تفتح عندك بتحمل دلوقتي، هتلاقي عندك هنا في النافيجيشن ممكن تحدد اذا كان هيدور حوالين السنتر او حوالين الاوبجكت او كده يعني تمام. لكن عموما لما انت محدد حاجة هنا وبيحاول ان هو يدور لك حوالين الحاجة المحددة، احنا عايزينه تقريبا يكون في الموضع ده ويكون مشاور ناحية السقف أو الأرضية. خلينا نرجع للكاميرا الافتراضية ديفولت كاميرا، خلينا نبص هنا، هو اللايت ده الزد بتاعه زي ما انتوا شايفين مشاور ناحية السقف أو الأرضية اللي تحت تمام. فاحنا عايزين برضو ان احنا نوسع ال، عشان خاطر الإضاءة تكون أكبر شوية هنوسع، خلينا نيجي على الديتيلز هنا
الحجم بتاعه ونكبره شوية، نخليه مثلا قول 1000، و1000 برضه في الطول، ممكن نكبره أكتر شوية. تمام. فول اوف انجل، متوقعش في حاجة تانية محتاجين نغيرها هنا. خلينا في الجنرال بقى، نشيل السبيكرر، مش عايزين السبيكرر، مش عايزين مش عايزين شادو. تمام. خلينا نرجع كده للكاميرا الافتراضية ونعمل طاقة ان هو منور لك السقف والمناطق ديت، بس احنا عايزين ننور الجدار ده كمان والعمدان. فخلينا هنا نخرج تاني من الكاميرا، خلينا نقرب شوية. بس لو نبص بشاشة مثلا زي شاشة الفرونت هنا هيكون أفضل، عشان احنا نعدل نبقى شايفين الموضوع كويس. تمام. عايزين نشتغل على نظام الوردت في التحريك. تمام. وبعدين هنحرك كده، عايز يكون تحت الأرضية حاجة بسيطة زي الشكل ده. تمام. خلينا نختار الكاميرا رايت برضه، نشوف الموضوع بتاعه. نرجع هنا للكاميرا بتاعتنا، نعمل إغراق تاني. كده الجدار ده بدأ معانا ياخد شوية من الإضاءة. والأرضية والسقف. تمام. لو جينا هنا بصينا على، وهنا مظبطهولك في الموضوع ده تقريبا. تمام. عايزين نعمل حاجة قريبة من كده. لو بصينا هنا على الإعدادات بتاعته، هنخليها 1600، وده كبير برضه، فاحنا ممكن إن احنا نزود شوية في العرض بتاعه بالشكل ده. نرجع للدوران الطبيعي بتاعه، الديتيلز طبعا مش مغير حاجة هنا في الإعدادات ديت. نرجع تاني الكاميرا كده، نعمل إخراج كمان مرة. تمام. هو كده السقف نور زي ما احنا كنا عايزينه، اللي هو الانعكاس بتاع الأرضية، وكذلك برضو الجدران والعمدان واخد شوية إضاءة من اللي جاي من الشباك. تمام. خلينا نشوف الخطوة اللي بعدها. لو بصيت هنا يا شباب، هي الصورة ديت اللي المفروض إن احنا كنا نوصل لها. تمام. هو أنا زود البرايتنس شوية عشان نوصل لحاجة زي كده، بس أنا ملاحظ إن المنطقة ديت اللي هي فوق أو فوق الانعكاس ده هي فيها المركز بتاع الضوء نفسه. تمام. فاحنا عايزين نخلي هنا الإضاءة تكون تحت المنطقة دي بالظبط في المشهد. تمام. ده اللايت اهوت، أعتقد إن هو كده مش مظبوط خالص. عايزينه يكون، طب نرجع الدوران بتاعه للصفر
صفر الدوران بتاعه تاني. وبعدين ابلاي عايزين يكون تحت الشبابيك ديت، تمام، اللي هي لا، او الشبابيك الموجودة الناحية التانية، سوري، اللي هي ديت، لان دي هي اللي بيجي منها الضوء، وهي اللي قريبة من الباب زي ما قلت، تمام. فاحنا ممكن نوصل من تحت من هنا، او ممكن ندخل على شاشة البوتوم لو انتوا عايزين، تمام، اللي عكس التوب. عايزين يكون في المكان ده تقريبا، والزد بتاعه لفوق. فنبدأ ان احنا ندور على المحور اكس، تمام، وعايزين يكون في ميل شوية للزد ناحية الغرفة نفسها، تمام، حاجة بالشكل ده. يبقى الزد يكون الميل بتاعه واخد الشكل ده تقريبا، تمام. خلينا كده نرجع تاني للغرفة، وهنزود البرايتنس، بس الأول نعمل ريندر ونشوف كده المنظر عامل ازاي. هو اللايت اي تحت الغرفة، لكن في جزء منه بيشع في الغرفة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، تمام. لكن لو انت حطيته جوه الغرفة نفسها هيبقى المنظر مش كويس، لان هيبقى الإضاءة بتاعته أقوى، وهيبان في مناطق أكنها مش جايلها إضاءة. فيفضل انك انت تحطه تحت الغرفة عشان ايه، يقلل التأثير بتاع الضوء نفسه شوية ويوزعه في الغرفة، تمام. فهي الفكرة كلها في الاريا لايت. هنا الجزء ده اتظبط تمام، لكن وده برضو الإضاءة بقت مركز بتاعها هنا، لكن انا عايز بقى ازود البرايتنس بتاع الضوء نفسه. فانا هاجي هنا في الجنرال وهخلي انتنسيتي مثلا 300 عشان نمثل حاجه زي ضوء الشمس او ضوء النهار. فنعمل ريندر تاني كده، كتير 300 زي ما هو واضح، فنخليها مثلا 120. نعمل ريندر تاني، اعتقد ان كده قريب من الصورة اكتر. متوسط هنا تقريبا نفس النتيجة بالظبط. خلينا نشوف خطوة دلوقتي. الطبيعي ان اللايت اللي هو حصل له ريفليكشن على السقف ده يحصل له ريفليكشن تاني على الارضية، تمام، لكن بدرجة اقل شوية. عشان نعمل حاجة زي كده نعمل لايت تاني بس المرة دي فوق السقف، نعمل الاريا برضو، نفضل دايما الاريا عشان بيخلينا نتحكم في حجم الإضاءة. هنخلي زد لتحت او نكبره الاول شوية، احنا عايزينه تقريبا يكون بحجم الغرفة، تمام. بس خلي، طب ندوره الاول بحيث يبقى الدوران بتاعه مظبوط، بعد كده نبدأ نظبط الحجم بتاعه. الدوران برضه انا عايز يكون ناحية الكاميرا شوية، تمام، يعني بيكون في ميل شوية ناحية الكاميرا اللي هي موجودة ورا هنا دلوقتي. خلينا نكبر عن طريق النقط ديت، هنسحبها كده لحد ما تقريبا ناخد حجم الغرفة. في الطول والعرض خلينا بقى نظبط اللايت هنا. احنا عايزين يكون ما فيهوش سبيكلر ولا فيه شادو، تمام. بالنسبه للانتنسيتي ممكن نقللها شويه لحد 50% مثلا، تمام، بحس لان اللايت كل ما يحصل له ريفليكشن كل ما بيقل الدرجه بتاعته شويه، تمام. برضو هنا في الغرفه لو تلاحظ في حاجات كتيره لونها احمر، تمام، فدي هتخلي الضوء المنعكس برضو لونه محمر شويه. فاحنا عايزين هنا نخلي الكالر قريب شوية صغيرين من لون الأحمر، تمام، الدرجة دي. خلينا نعمل تاني كده ريندر. أعتقد إن هو كده مناسب. عايزين بقى نعمل سيميليشن لللايت اللي هو موجود عند النافذة التانية عندنا. لو بصينا هنا وده المشهد اهوت، اعتقد كمان بتاعنا احسن من اللي هو عمله، صح ولا ايه؟ وهنا يمكن نزود الاضاءه زياده عن اللازم شويه.
عايزين بقى دلوقتي نتبه للسكند ويندو او النافذة التانية اللي موجودة في الناحية التانية دي. تمام، دلوقتي احنا عايزين ناخد بالنا شوية من النافذة التانية، فهنطلع من الكاميرا ديت. دي النافذة التانية بتاعتنا، لكن طبعا مش هينفع نعمل هنا برضو شعاع شمس يدخل زي اللي موجود في النافذة الأولانية. ليه؟ لأنه مينفعش، ده هيبقى مش طبيعي. تمام، فاحنا هنعمل هنا ضوء، بس هيكون الضوء بتاع اللي هو المنعكس على من السما نفسها. تمام، اللي موجود في السما اللي هيدخل جوه الغرفة. فعشان كده ممكن نعمل هنا اريا لايت برضو في المنطقة ديت. خد بالكم النافذة التانية اللي هي هتكون بعيدة عن الباب. تمام، يبقى اللي قريبة من الباب هي النافذة الأولانية اللي فيها أشعة الشمس داخلة. دي هنحطها تحت هنا وهنميلها ناحية السقف شوية شوية، مش للآخر يعني. تمام، بعد كده هنبدأ إن احنا نظبط السايز بتاعها. تمام، حاجة بالشكل ده. تمام، وهنا في الخصائص بتاعتها هديها لون مزرق شوية. تمام، هشيل طبعا السبيكولر. خلينا كده نعمل اخراج قبل ما نشوف الانتنسيتي عايزين نظبطها ولا لا. وطبعا مش مهم ان احنا نظبط الانتنسيتي في كل اضاءة دلوقتي، لان في حل هنعمله بعد شوية هيظبط لنا الانتنسيتي بتاع كل اضاءة ديت، لكن المهم دلوقتي هو البوزيشن او الموضع بتاع كل اضاءة. تمام، فاحنا عايزين نعمل سيميليشن للموضع كويس دلوقتي. الإضاءة ديت زي ما انتوا شايفين مش بس نورت لنا الجزء ده، كمان نورت لنا العواميد والكنب والأجزاء اللي كانت مظلمة الأول. تمام، لكن ال intensity زيادة أوي زيادة عن اللازم، فممكن نقللها شوية، نخليها مثلا حاجة زي 50%. نعمل تاني ريندر. مش مشكلة لو السقف منور أوي زي ما قلتلكم، هنظبط الموضوع ده بعد كده. حتى لو بصيت عنده هنا في الجزء ده، هتلاقيه هو حط الانتنسي 35 تقريبا، بس برضه عنده السقف منور زيادة عن اللازم. تمام، ممكن نقللها شوية مش مشكلة. بعد كده احنا عايزين نعمل إضاءة عند النافذة نفسها، عشان دي اللي هتعدي الأوضة وهتنور لنا الجزء ده أكتر. تمام، اللي هو الجزء اللي يعني لما بنعمل ريندر دلوقتي بتلاقي العواميد والكنبة وجزء الجزء ده من الكنبة مش مظلمين شوية. تمام، زي ما شايفين هنا. فعايزين نعمل ضوء هيكون موازي للأرضية، وهيكون هو الضوء الأساسي بتاع الغرفة هنا. تمام، ده ممكن نعمله عند النافذة زي ما قلت. فهناخد نطلع هنا من الكاميرا، وبعدين احنا ممكن نعمل كوبي للإضاءة دي، بس خلينا نعمل إضاءة جديدة أحسن. ريا وهيكون اتجاهها فعلا كده مظبوط، احنا بس محتاجين نظبط الحجم بتاعها. تمام، دي الأشعة بتاعتها هتخترق الأوضة من خلال الفتحات ديت، وهيكون ضوءها أقوى لأنها هيكون فيها اتصال مباشر مع الأوضة، مش هيكون في حواجز بينها وبين الأوضة. تمام، خلينا نشوف هنا، هو عامل لها intensity 70%، طبعا شايل السبيكلر وسايب اللون أبيض عادي بس كده. وخلينا نعمل ريندر ثاني. عشان زي ما انتم شايفين العواميد بدأت تفتح دلوقتي وبمنظرها أحسن. فاضل بس نعمل سيميليشن للضوء اللي هو منعكس على الحوائط ديت، وده مش هيكون كبير قوي، بس هنديله لون محمر شوية
اللي هو جاي من الحاجات باللون الأحمر الكتير اللي موجودة في الأوضة ديت. فهنبدأ نخرج برضو من الكاميرا ونعمل إضاءة عند الحوائط اللي هي الجانبية ديت اللي على الجنب ده والجنب التاني. خد بالك من اتجاه الضوء هو على المحور زد، فعايزين هنا المحور زد يكون مشاور ناحية الأوضة نفسها. ممكن تضغط شيفت عشان خاطر تمشي بزاوية معينة، وبعدين تخليها عند 90 درجة مثلا. نبدأ إن احنا نكبر حجم الإضاءة عشان تغطي لنا مساحة كبيرة. بالشكل ده. وبعدين هناخد نخلي اللون مساحة أحمر شوية. خد بالك دايما أنا ما بخلوش أحمر أوي كده، باخد نسبة صغيرة جدا من اللون الأحمر وأقول أوكي وأشيل السبيكولا. هعمل منه نسخة الناحية التانية، وهنا طبعا التنس هتكون قليلة جدا. خلينا نشوف هنا عاملها كام. 50% هو عاملها، تمام. هو كده أعتقد كويس. خلينا بس نعمل منها نسخة الناحية التانية. كنترول كنترول، واحنا ضاغطين على السهم نسحب الناحية التانية بالشكل ده. بعدين أسيب كنترول وأعمل روتيشن 180 درجة ونضغط على شيفت. بس خد بالك انا بضغط على شيفت بعد ما ابدا الروتيشن، تمام. اتاكد ان زد لجوه، تمام. ادخل تاني على الكاميرا بتاعتي، هبدا اعمل ريندر قبل ما ابدا اظبط الشادو او الظل اللي موجود في الاوضه. تمام كده، هي مش مشكلة لو برايتنس زيادة عن اللازم، زي ما قلتلك هنظبطه بعد شوية في حل احنا هنعمله. وهنا حتى لو بصيت عنده هتلاقي النتيجة بتاعته أوحش كمان من بتاعتنا، يعني بتاعتنا تعتبر أفضل من عندنا، تمام. دلوقتي خلينا زي ما قلت نظبط الشادو. وزي ما انتم شايفين الأوضة فيها إضاءة كتيرة جدا، مش هينفع إن احنا نزود إضاءة أكتر من كده عشان نعمل الشادو. لكن لو استخدمنا واحدة من الإضاءات ديت هنلاقي إن الشادو بتاعنا مش مظبوط. يعني لو استخدمنا مثلا الموجود عند النافذة فوق ديت هتلاقي الشادو بيسقط على الأرض بتاعتك، وده طبعا مش مظبوط خالص. غير كمان إن الموجود عند النافذة مش ده فيزيكال سكاي كمان، تمام. فلو استخدمنا مثلا الإضاءة اللي احنا حاطينها تحت هنا على الأرضية هيبقى برضه الشادو مش مظبوط، لأنه هيكون ساقط على السقف، على السقف مش مظبوط، تمام. احنا عايزين شادو يكون بيخلي العمود ده نفسه يعمل ظل على السقف او على الارضيه، تمام. فده اللي احنا عايزينه. عشان نعمل كده محتاجين نحط اضاءه عند الشباك ده بالظبط، تمام. بس زي ما قلت لكم احنا لو عملنا اضاءه اكتر من كده هيبقى غلط، لان عندنا اضاءه كتيره في المشهد. فاحنا اللي هنعمله ان احنا هنعمل حاجه مخصصه اسمها كلمتكم عليها قبل كده، بس يمكن ما اتكلمتش عن نقطه خاصه بيها معينه او يمكن مش شرحتها صح. هي خاصية في الضوء بتخليه يعمل شادو بس لكن ما يعملش إضاءة. بس الأول هنعمل الإضاءة بتاعتنا قبل ما أعرفكم، قبل ما أكلمكم عن الخاصية ديت. فاحنا هنا هنيجي عند الشباك اللي هو قريب من الباب اللي هو ده، تمام. وهنعمل برضه أريا لايت، شوف الموضوع بتاعه مظبوط. خد بالك أنا ببص من أكتر من زاوية، وأنت ممكن تستعمل بالشاشات التانية عشان تبص على المنظر بشكل افضل ويكون الحاجه بتاعتك مظبوطه، تمام. لان انت ممكن تهيأ لك ان هو مظبوط لكن هو مش كده. كنا بما ان عندي خبره في موضوع زي ده فانا ببص على من اكتر من زاويه وبعرف الموضوع بالظبط. هعمل له 180 درجه دوران بالشكل ده. وبعدين محتاج هنا في خاصية في الديتيلز اسمها شادو كاستر، انا كلمتكم عليها قبل كده في المثال بتاع العربية لما كنا بنعمل ظل تحت العربية نفسها، تمام. قلت لكم ده هيعمل كاست للشادو بس كمان هيشيل الإضاءة بتاعتي، يعني مش هيعمل أي إضاءة، تمام. هيبقى كل وظيفته ان هو يعمل كاست للشادو دي شادو بس، تمام. فانت تشغل الشادو كاستر من هنا
ممكن انت تظبط الإضاءة برضو بحيث ان هو الظل نفسه ما يبقاش كتير قوي. وطبعا نختار نوع الظل من هنا، ممكن نخليه اريا، اريا افضل نوع. نشيل السبيكلر، تمام. خليها برضو لونها محمر شوية، مش عارف ده هيأثر على الشادو ولا لأ، تقريبا ممكن يأثر على اللون بتاعه. وعموما في خاص للشادو هنا ممكن تلعب فيها لو عايز، في كولر اهوت، في حاجة تانية. خلينا دلوقتي نرجع للكاميرا بتاعتنا، مفيش حاجة تانية هنا. نرجع للكاميرا، ممكن نعمل ريندر دلوقتي، أو الأفضل إن احنا نقفل شوية شوية من اللايتس ديت عشان يبقى الشادو بتاعنا واضح. بس خلينا نعمل ريندر الأول نشوف هيكون واضح ولا لأ. بس أنا عايزه، خلينا نرجع تاني. بس الأفضل طبعا إنك أنت تسمي اللايتس بتاعتك بحاجة زي قريبة من المكان اللي هي موجودة فيه، تمام، عشان ما تتلخبطش بينهم، تمام. أنا عايز هنا الإضاءة ديت أخليها مايلة ناحية السقف شوية بالشكل ده، تمام. بعدين هرجع تاني الكاميرا وأعمل ريندر. ممكن ما يبانش التأثير صغير بسبب الإضاءة الموجودة الكبيرة ديت، فاحنا ممكن نقفل شوية إضاءات حاليا لحد ما نبدأ نظبط في الانتنس بتاعي. وطبعا هعرفكم طريقة دلوقتي ازاي انكم تظبطوا الانتنس بتاع كل الإضاءات اللي في المشهد، لأنها ممكن تكون كتيرة جدا ومفيش داعي انك انت تلعب في البرايتنس بتاع كل واحد لوحدها. طبعا زي ما انت شايفين مفيش أي حاجة ظاهرة هنا بسبب الانتنسي، فاحنا ممكن هنا نقفل شوية إضاءات زي مثلا في رقم 5 4 3 و2. نعمل ريندر تاني. خلينا نشغل 2، نعمل ريندر، نشغل 3. كفاية تقفل 5 و4 بس. أعتقد إن الإضاءة اللي هي جاية من الشباك اللي موجودة على الناحية التانية برضه عايزين نقفلها، لأنها منورة من السقف زيادة عن اللازم، اللي هي تقريبا رقم 1 أو 2. نشوفها دلوقتي، خلينا نقفل رقم 1، رقم 2. نعمل ريندر مثلا للمنطقة ديت، تشوف كده. بدأ يظهر الظل شوية هنا بس مش ظاهر قوي. خلينا نقفل رقم اللايت ده كمان، نعمل ريندر للريجيون ديت عشان ينفع نقفل ده. طب خلينا هنا نزود في الانتنس بتاعت الإضاءة ديت، خليها باللون الأبيض تاني اللي هي بتعمل لنا كاست للشادو عشان يبقى شادو أقوى شوية. ونعمل ريندر للريجن ديت. نقفل رقم 3، نعمل ريندر. طب خلينا نشوف كده الضوء بتاعنا يمكن مش مظبوط.
أنا ملاحظ هنا إن حجم الضوء نفسه، والضوء نفسه موجود جوه الغرفة نفسها يعني، والحجم بتاعه برضه قليل، صغير خالص. ممكن هنا نصغر الحجم ده وندخل الضوء جوه الغرفة عشان يبقى الفول أوف بتاعه أقوى شوية بالشكل ده، اللي هو اللي عامل لنا شادو جوه الغرفة للعواميد. ليه موجود هنا مثلا؟ وبرضه هنصغره شوية في الفول اوف بتاعه، أعتقد إن هو برضه مديله فول اوف مختلف، فخلينا هنا نختار يمكن اوتر راديوس هو اللي محتاج يكبر شوية، هنجي في الديتيلز هنا وعنده 300 300، خلينا نكبر ده، نصغر دول مش عارف كتير. طب نعمل تراجع تاني، نختار من هنا سفير مثلا، ان هو اعتقد انه نختار سفير لان الشكل اللي عنده ده شكل سفير، ونكبر الراديوس بتاع السفير تمام بالشكل ده. نرجع للكاميرا بتاعتنا، نعمل تاني ريندر، فنعمل ريندر للمنطقة اللي فوق ديت، نتأكد بس إن الشكل بتاعها مظبوط ولا لأ، وبدأ يظهر أكتر شوية. وهنا عامل النوع بتاعه ريكتانجل لكن ليه فول اوف على شكل كرة. في التأثير زي ده تمام، احنا ممكن نكبر بس الكرة وخلاص، خليها مثلا 2000، أعتقد ده كده هيكون الحجم أكبر شوية. هنعمل تاني ريندر للمنطقة ديت، 1000 كويس زي الأول. ممكن نرجعها ريكتانجل وخلاص. خلينا نعمل لها روتيشن شوية ناحية فوق، نعمل تاني ريندر للمنطقة ديت، نقلل الانتنست شوية
طب خلاص احنا هنرجعه للسفير وكفاية على كده. وبعد كده في جلوبال الونيشن هيبدأ يظبط الشادو، هيكون واضح أكتر. طبعا في إضاءة كتيرة في المنطقة مش هينفع إن احنا نظبطها دلوقتي. الإضاءة ديت نخليها شادو مختفي شوية. تمام، بس بشغل برضو هنا زد دايركشن، خليها شغالة، أو لو كانت مقفولة عندك شغلها، لأنها هتأكد لك إن الضوء ده هيشتغل بس على اتجاه الزد اللي قدام ده، لو زد موجب مش هيتجه على زد سالب أو أي اتجاه تاني. تمام، خلينا نشوف بقى دلوقتي. هنتكلم شوية عن الريندر قبل ما نبدأ نتكلم عن جي أي. أو طبعا أنت مش هتحتاج إنك أنت في كل المشاهد بتاعتك تشغل الجلوبال إيميشن. تمام، فأنت لازم تكون عارف طريقة بديلة هعرفها لك دلوقتي، ديت تستخدمها لو انت هتعمل فيديو. تمام، لان الريندر بتاعه سريع شويه، لكن الجلوبال ايميشن بطيء، فانت ممكن تستخدمه. هو هيظبط لك الحاجات دي كلها، لكن ممكن تستخدمه لو انت هتعمل اخراج لصوره واحده، لانه بطيء جدا في الريندر بتاعه. تمام، فانت ازاي بقى هتظبط البرايتنس وازاي هتظبط الشادو اكتر هعرفك الطريقه البديله دلوقتي، لانك انت هتعملها عن طريق اعدادات الاخراج. هنا هتضيف افكت اللي هو الامبيانت اوكلوجن، هيظبط لك الشادو. تمام، هنا في الماكسيمم خليه 1000. تمام، وفي الكونتراست خليه سالب 20، ده هيخلي لك مفيش نقط تكون ظليمة شوية زيادة عن اللازم. تمام، وشغل برضو ايفالويت ترانسبيرنسي دي عشان خاطر الحاجات اللي هي تكون شفافة في العنصر، شفافة في المشهد بتاعك، يبدأ الامبيانت اوكلوجن ما يأثرش عليها او ياخد باله منها. تمام، فانت دلوقتي لو عملت ريندر، بس هنشغل الاضاءات بتاعتنا تاني، هتلاقي الشادو اتحسن بدرجة كبيرة إن شاء الله. والأمبيانت برضه بيزود في وقت الإخراج شوية. لكن مع جلوبال ايميشن والامبيانت هيبقى كتير جدا يعني في الوقت بتاعك. تمام، فانت يا ريت لو هتعمل فيديو ما تستخدمش الاتنين دول مع بعض، استخدم الطريقه التانيه اللي هعرفها لك دلوقتي عشان تظبط البرايتنس بتاع الاضاءه بتاعتك اللي في المشهد. زي ما انت شايف هنا الشادو اللي على العمود بدأ يتحسن. تمام، لكن لسه برضو البرايتنس عالي شويه زياده عن اللازم مع ان في الارقام برضو اي منطقه يكون فيها ظل هيبدأ ان هو يحسن في الظل بتاعها. أظن واضح كده، مش هتكون شكلين. الإفكت بقى اللي هنضيفه دلوقتي مهم جدا، اللي هو اسمه color mapping. تمام، color mapping هو رابع واحد هنا في الجزء ده. تمام، هنا هتسيب الإعدادات اللي فوق دي زي ما هي، ده هيظبط لك الفول أوف اللي هو رقم 1 و2، هتسيبهم. رقم 3 هتسيبها مطفية برضه ما تشغلهاش، لأن ديت لو أنت حاطط سكاي عادية أو حاطط لها صورة بريد تشغلها، لكن لو أنت مستخدم فيزيكال سكاي يبقى متشغلهاش. تمام، هنا بقى ده بيتحكم لك في درجة الدارك أو الظلام، اللي تحت بيتحكم لك في درجة الضوء. تمام، يعني ده كل ما تزوده بيزود لك كمية الظلام أكتر، فاحنا ممكن هنا نزودها سنة صغيرة، نخليها 1.2 مثلا. تمام، هنسيب كل حاجة زي ما هي. دلوقتي نيجي نعمل ريندر تاني. يعني كده خلصنا المشهد بتاعنا، وده الكولر مابنج اللي هيعمله ان هو هيخلي لك قيم ما تعديش 100%، قيمه الاضاءه ما تعديش 100% بالنسبه لاي عنصر. تمام، يعني بيحسب لك كل الاضاءات اللي حوالين العنصر ويخليها كلها على بعضها ما تعديش 100%، فبيظبط لك الاضاءه بدرجه كبيره. يعني زي ما انت شايف مش بطيء ولا حاجه زي الجلوبال الالومنيشن. نبدأ بقى نتعرف دلوقتي على جلوبال ايميشن، اللي هو الطريقة البديلة انك انت تعمل المشهد بتاعك، اضاءة المشهد بتاعك وتظبطه.
ممكن تقفل اللومنانس بتاع اللمبات النيون ديت لو انت عايز، لان المفروض انها بالنهار ما تكونش منوره او كده، او ممكن تقلل الانتنس بتاعتها شويه، او ممكن تقفلها خالص، المفروض ما تكونش منوره فعلا بالنهار، تكون مطفيه. تمام، انت ممكن تقفل خاصيه اللومنانس من الاضواء ديت لان اضاءه بالنهار. مش عارف ليه حاسس ان الاضاءه الجديده اللي احنا عملناها رقم 6 ديت عامله لنا اضاءه مش مظبوطه هنا، المفروض انها كان يقفل الاضاءه بتاعتها وانها تعمل شادو بس، ده اللي مكتوب في التعليم بتاع السنه المفروض دي. لكن عموما احتياطي احنا هنقفل الانتنسيتي بتاعته خالص، تمام بالشكل ده. و هنسيب بيت الاعدادات زي ما هي، نحط الفرق في الشادون، نخلي اقصد في الديتيلز، نخلي الاوتر ريدس 1000 ونخلي الشكل بتاع السفير. تمام، وطبعا احنا مشيكين على الزد دايركشن تحت هنا في الديتيلز برضه، و مشيكين على شادو كاستر. تمام، فخلينا نعمل كده رندر تاني، ممكن اوقف الفيديو الاول وبعدين ارجع لكم بعد، متهيألي كده افضل. بس لو انت مثلا ممكن تستخدم سبوت لايت او اومني لايت اللي هو النوع التاني مكان ورا العمود هنا، ممكن يجيب لك شادو افضل شوية في منطقة العمود دي. تمام، ولو انت هو رندر دلوقتي خد دقيقة و18 ثانية، لو انت عايزه حاجة سريعة شوية فممكن تبدأ انك انت تقلل الانتنسيتي بتاع الاضاءات ديت، هي مش كتير قوي يعني، وتشيل الكالر مابينج والامبيانت اوكلوجن عادي من الخواص بتاعه الاخراج. تمام، ده هيخلي لك المشهد سريع جدا في الاخراج، هيكون برضو منظره كويس يعني مش منظره وحش ولا حاجه. ديت الشكل النهائي للغرفه زي ما انتم شايفين. خلينا نشوف دلوقتي الطريقه التانية او الطريقه البديله اللي هي جلوبال الومنيشن. دلوقتي يا شباب ايه هو جلوبال الومنيشن بالظبط؟ هو جلوبال ايمج بيوفر لك التعب اللي انت تعبته ده كله في انك انت تعمل الاضاءات دي، كان الهدف منها كانك انت تمثل زي ما احنا عارفين هو الاضاءه الطبيعيه لما تدخل الغرفه بتبدا تتوزع في الغرفه بسبب الانعكاسات اللي بتعملها على الحاجات الموجوده فيها. تمام، فاحنا لو عملنا اضاءه من الاضاءات اللي موجوده دي زي الاريا لايت والحاجات دي كلها مش بتعمل لنا الانعكاسات دي، حتى مهما زودنا الانتنس بتاعتها مش هتعملها. تمام، لازم احنا نبدا ان احنا نعملها بنفسنا عشان نوزع الإضاءة جوه الغرفة. تمام، بنبدأ إن احنا نحسب العملية ديت بعقلنا، تمام مش معتمدين على مثلا الريفرنس أو أي حاجة، وطبعا في حاجة احنا بنحسبها بعقلنا فممكن ما تكونش مظبوطة أوي. تمام، في حاجة كمان العملية ديت برضو بتحتاج إنك أنت ساعات تظبط الانتنسيتي وتظبط حاجات كتيرة فيها. تمام، متعبة شوية يعني. تمام، فأنت ممكن تستخدم بدلها جلوبال إلوميشن. وظيفة جلوبال إلوميشن إنك أنت هيحسب لك الريفليكشنز اللي موجوده في الغرفه وهيظبطها كلها من غير ما تحط اي اضاءه. تمام، كفايه بس اضاءه واحده موجوده للاضاءه الرئيسيه بتاعتك. فزي ما بقول لك كده الجلوبال الومنيشن هيبدا ان هو يظبط لك الحاجات ديت، بس ليه برضه عيوب. زي ما ليه ميزه ليه عيوب تانية. ايه هي؟ لو انت مثلا عندك مشهد فيه عنصر واحد مش هيكون فيه حاجات كتيره تنعكس، فتمام فمش هيجيب نتيجه كويسه فيه. لكن لو عندك حاجه زي الغرفه اللي انت شايفها ديت او مشهد مثلا منوره بالبري او اقصد الهيدري او اللومينانس، فالحاله ديت دي كلها امثله كويسه، او حتى فيزيكال سكاي زي المثال ده، دي كلها امثله كويسه ممكن تستخدم فيها الجلوبال الومنيشن. تمام، العيب التاني ليه وهو ده العيب الكبير يعني، ان هو بياخد وقت اطول شويه في الاخراج. تمام، غير كده هو ممتاز طبعا وليه كذا مود انت هنتعرف عليهم بعد شويه او ممكن المحاضره الجايه، لان المحاضره دي كده خدت وقت كبير، فهنخلي الجروب الايميشن للمحاضره الجايه. لكن انت دلوقتي معاك كذا طريقه ممكن تشتغل بيها لو عايز. تمام.
فهنخلي الموضوع ده للمرة الجاية. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.